بورقيبة العودة هو فيلم وثائقي من إخراج هشام بن عمار وفكرة لمحمد كرو، ويتمحور حول عودة النصب التذكيري لحبيب بورقيبة بشارع لحبيب بورقيبة، الأمر اللي خالف ردود أفعال مختلفة لدى الشعب التونسي بين مؤيد ورافض. سياحة عملية خدم بالليل ناريته والله يلحمي قشعر. الشعب جات 680 الشعب لا مش مكان مش بطيخ خنا الشعب شعب قال 600 مليون هذه معلومة أنا والشعب أنا واحد مش شعب ما أشكل بس الشعب خنا الشعب لا هذه اللي دوا طيخ اللي هي مش 600 مليون. صاحب النصب التذكيري الهاشمي مرزوق ثمن العمل بما أنه كان فيه الشخصية المحورية عبر عدسة هشام بن عمار اللي وثقت اليوم وضع النصب التذكيري، ويقول الهاشمي أنه تمنع من حضور المراسم بسبب وعكة صحية، لكن بعد ما شاف الفيلم ارجع لبرشة ذكريات خاصة الأيامات إعداد الأول نصب تذكيري للحبيب بورقيبة. حاجة عالمية شاركوا فيها الدول الكل، كنت خايف منها لنفشل وربي عاني وبرقيبة عاني برشا. كان ضربة ضربتين شايخ نمشي البلحية هاي هزولي البلحية أنا نخدم نشوف كان الموتور زي يقف هاي يدخل يبدأ شنو هاي ما زلت باللحية ضرب نهار قال لي قد فيها قلت سيد الرئيس تبكل 10 شهور ها قال لي ما هكا ليش بقيتش وقت باش تحلش بلحيتك عمل عليك اللحية كلها. بورقيبة العودة إذن هو فيلم وثائقي رجع على أهم التفاصيل للنصب التذكيري لما مثلش كان الجانب المادي من الحبيب بورقيبة بما أنه مشى أكثر من ذلك ليجعله مشروع وفكرة ككل.